بشرتي الجافة ودايما بتعاني من ملمسها الخشن والإحمرار اللي بيزود الإحساس بالحكة وممكن يوصل لحدوث تشققات في جلدك. استعيدي نعومة وترطيب بشرتك مع مجموعة بروكسيرا روتين العناية الكاملة بالبشرة الجافة من بيوني كي. استخدمي غسول بروكسيرا شاور كريم يوميا لتنظيف البشرة والجسم والحصول على بشرة رطبة بدون جفاف. واستخدمي بروكسيرا بادي ايمولشن لترطيب بشرتك وجسمك بشكل يومي وحماية بشرتك من الجفاف. لو بتعاني من وجود جفاف شديد في ايدك او شفايفك او جسمك، استخدمي بروكسيرا لايبو جيل للتخلص من الاحمرار والشقوق والحكة واستعادة مستوى الترطيب الطبيعي بالجسم. استخدمي بروكسيرا كيراتوف للتخلص من النتوءات الجلدية اللي بتصاحب حالات جلد الوزة واللي بتخلي ملمس الجلد خشن. بروكسيرا كيراتوف بدوره هيرجعلك للجلد نعومته وترطيبه.